متفق معاكي جدا، وده معلش هخليني اخدك بقى لحته الاولمبيات الحاليه والمشاركه المصريه والبعثه، لان احنا شفنا يعني معلش لو هتتفقي معايا في الكلام ده، احنا امكانياتنا لا تقارن مثلا بدول اوروبيه، بدول اسيويه متقدمه جدا في رياضات كتيره جدا، ولكن احنا عندنا العزيمه بجد كانت بتبقى واضحه، واقل الامكانيات ممكن توصلك لاعلى البطولات والميداليات. رغم كل الصعوبات دي اللي واجهها او بتواجهها البعثه في رياضاتها المختلفه، لكن الحمد لله احنا اول مره نوصل بهذا العدد، وفي نفس الوقت عندنا رياضات بنامل فيها خيرا. فانت بتقيمي ده ازاي برضه؟ لان انت عشتي التجربه نفسك. لا لازم انا اقول حاجه برضه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو وجه الاتجاه كله للرياضه. نقل الموضوع نقله ثانيه. قبل كده كان الدعم كله لكره القدم فقط لا غير. دلوقتي لا، ده في سبونسرات للالعاب الفرديه زي شركه روابط والبنك الاهلي وبنوك كتير. لا غيرت، احنا كنا ممكن نسافر معسكر او معسكرين قبل بطوله العالم، لا دلوقتي انت ممكن السنه كلها تبقى معسكر، خصوصا ان الالعاب الفرديه بتجيب ميداليات كتير، تجيب نتائج يعني احسن اكتر من الكوره كمان. صح. بس هي محتاجه بقى، هي في استكاية صغيره، قارن الكوره بالالعاب الفرديه، انت لو جاب افريقيا بتعدلهم، يعني مالها الالعاب الفرديه بقى. المتغيرات او المستجدات اللي انت بتتكلمي عليها بتقولي من ضمنها بقى في سبونسرز للالعاب الفرديه، هل التفصيله دي فادتك انت شخصيا وانت عندك يعني ليكي مجموعه من المناصب الدوليه في عالم الكبادي وكمان طبعا في الاتحاد المصري، فهل الاجنده بتاعتكم او الخطه اللي انتم حاطينها اتسهلت امورها نتيجه وجود رعاه؟ احنا دلوقتي بدانا ننشر اللعبه ومسلطين عليها الاعلام وبنروح وبنيجي عشان نعرف الاسبونسرات ان في لعبه اسمها كبادي. طبعا قبل بطوله افريقيا كان كبادي ايه اللي اسمها كبادي؟ يعني انا رايح المطار ما فيش واحد في المطار ما سالنيش ايه كبادي. اتكلمنا هنا على فكره كتير عن هذه الرياضه. طب واحنا راجعين بقى من المطار فرق؟ لا عايز اقول لك يعني فرق. احنا من جوانا كنا فرحانين جدا، عارف احنا ماشيين هم يفضلوا طول عمرهم يسالونا يعني ايه كبادي ونشرح، لو احنا راجعين احنا مبسوطين من رد فعل الناس اللي كانت موجوده هناك. فده اللي احنا بنتكلم مع الاسبونسر، احنا طالبين في بطوله، احنا مسافرين المفروض في سفريه يوم 12/8، دي اول بطوله عربيه تتعمل. لاني رئيس الاتحاد المصري نجح في الانتخابات بتاعه افريقيا وبقى رئيس الاتحاد الافريقي دكتور اسامه سعيد، فهو عامل البطوله دي محتاجين ان احنا نطلع، ودي اول بطوله عربيه لان هو اللي مؤسس الاتحاد العربي اصلا. فبالتالي يعني كنا محتاجين دعم، فلازم يبقى في سبونسر، فهو ماشي دلوقتي في الملف بتاعه ان احنا بندور على سبونسر يبقى راعي اللعبه دي، واللعبه دي يعني ليها جمهور، يعني انت اما تيجي لا يعني الاب بيجي والام بتيجي والاخوات والصحاب، اللعبه مش اللي انت اتنين بيلعبوا وما فيش حد، لا اتفرج عليها وخش على اليوتيوب واتفرج على اللعبه، لا ده ليها جمهور وناس كتيره، نستغل بقى الفرصه دي.